المؤتمر أولا مشارك فيه 12 قبيلة، هي قوام قبائل جنوب سيناء وقبائل السويس، يعني شرق القناة وغرب القناة. أما ليه بنأيد سيادة الرئيس؟ فالكفيف يرى والمبصر رأى منذ أول وهلة. سيادة الرئيس من 4 سنين حارب إرهاب، كان سيفتك بمصر جماعة كان كل هدفها النيل من سلامة مصر وأراضيها. بنوصل لشعب مصر إن أبناء البادية في السويس وجنوب سيناء ووسط سيناء ببيعوا سيادة الرئيس، ونتمنى من الله التوفيق ليه يكمل مدة 4 سنين لتكملة الإنجازات اللي تمت في 4 سنين الماضية. عمر سيناء اللي كان مليانة إرهاب، الله يبارك لك يا ريس، وإحنا وراك، وأنا عن نفسه عن اسم قبيلتي اللي هي قبيلة طملات وراك يا ريس. الرئيس السيسي لدي إرادة حقيقية، وإحنا بنشوف فيه 18 تجمع سكني، كل تجمع هيكون على الأقل 1000 فدان، لأنه هذه التجمعات هتساهم حتى في التوطين البشري لأبناء سيناء. النقطة الثانية أنه في عدد حوالي 37 مدرسة بيتم إنشاؤهم على أعلى مستوى باستراحات للمدرسين. ولذلك إحنا نرى في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تكملة لما بدأه من مشوار في تنمية الوطن والنهوض به من أجل رفاهة وتشجيع الشعب المصري ورفع المعاناة عنه في الفترات القادمة. ما حدش يقدر ينكر ان الامن والامان والسلام والضمان الاجتماعي اللي احنا فيه في اليومين دول ما كانش موجود قبل كده، كان وبالخص لابناء القبائل على مستوى مصر. يكفي ان انا لسه جاي على شبكة الطرق من مدينة طور سيناء لمدينة السويس في 2 ساعة، دي دلالة ان هناك شبكة طرق اقليمية كبيرة على مستوى مصر. ستظل مصر ان شاء الله بشبابها وابنائها وقبائلها هي مصدر الهام للوطن العربي لجميع قراراتهم في المسيرة التنمية ومسيرة الحرية لجميع الامة ان شاء الله.